جولة إخبارية جديدة من أونلايف، أهلا بحضراتكم. إلى تفاصيل هذه الجولة، حيث اختتمت فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم المقام حاليا في شرم الشيخ، وشهدت أعمال المنتدى اليوم ثلاث جلسات، وهي التجربة المصرية في استضافة اللاجئين، واستعراض تجارب شبابية مبتكرة في ريادة الأعمال، ومناقشة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مفتوح مع مجموعة من الشباب النابغين حول العالم، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم. وأعرب الرئيس في بداية اللقاء عن حرصه على الاستماع إلى آراء ومقترحات شباب العالم، مؤكدا إيمانه بإمكانيات الشباب وما يتمتعون به من طموح وحماس وقدرة كبيرة على الابتكار. وتطرق الرئيس خلال اللقاء إلى ما يسفر عن الإرهاب من أضرار اقتصادية كبيرة وتأثيره السلبي على القطاعات التنموية للدولة. أكد الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة تحديات وقضايا تواجه شباب العالم عن تقديره لجهود المصريين في معركتهم ضد الإرهاب، نافيا أن تكون القيادة السياسية الحالية ضد حقوق الإنسان أو قيادة ديكتاتورية، مؤكدا على أن مصر أمة تريد أن تنعم بالعيش في رخاء وسلام مثل باقي الأمم. كده بقول للمصريين، أنتوا بتقوموا بمعركة رائعة رائعة جدا، وده كلام مش مجامل ليكم، وبرضه بسمعها للضيوف اللي موجودين هنا وجايين يشوفونا ويسمعوا مننا. انتوا بتسمعوا عننا ان احنا ناس ضد حقوق الانسان، بتسمعوا عننا ان احنا ناس يعني ديكتاتوريين. لا لا، احنا أمة عايزة تعيش زي ما انتوا عايشين. وقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش 6 اتفاقيات مع شركات عالمية، وذكر مميش خلال جلسة الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس أن الاتفاقيات توفر 1,000,000 فرصة عمل للشباب من خلال 6 موانئ بحرية، إضافة إلى المناطق الصناعية ووادي التكنولوجيا. قال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية إن هناك 3 أشياء جذبت المستثمرين إلى مصر، كان أولها مشروع توسعة قناة السويس فضلا عن الالتزام بميعاد الانتهاء منه، بالإضافة إلى إنشاء جسر الملك سلمان للربط بين البلدين. في 3 أشياء حصلت شدت انتباهنا أكثر لمصر. أولها توسعة القناة اللي نفذ في وقته. ثانيا طبعا اعلان عن جسر الملك سلمان. انا كنت اتوقع يعني انا في الشحن ان هذا الجسر ما بيكون له دور، لانه بيكون يمكن للركاب وهناك شحن موجود. وبعدين اعلان المملكه العربيه السعوديه عن انشاء مدينه نيوم عبر البحر الاحمر امام مصر. هذا مشروع يستثمر فيه 500 مليار دولار، والمستثمرين حضروا، والأمير محمد بن سلمان هو اللي قدم العرض، اللي حضر رأى بنفسه استثمار من سوفت بانك حول 108 مليار وغيرها. إذا كان هناك أي إنسان يريد يحلل، أعتقد كل هالمشاريع مترابطة. ما عملوا جسر الملك سلمان إلا يفكروا في اليوم، وما صارت توسعة إلا الرئيس يستبق الأحداث. فأعتقد يا أخوة هناك بيكون نمو، واتكلم المستثمرين هائل في مصر. قال المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة إن منطقة شرق بورسعيد تتوسط المنطقة التجارية العالمية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة توفر 400,000 فرصة عمل. شرق بورسعيد موجودة في منتصف يعني منطقة التجارة العالمية. احنا رؤيتنا ان ننشئ منطقة صناعية بمعايير عالمية عشان توصل بين المصنعين والأسواق في جنوب شرق آسيا وأوروبا وعلى مسارات التجارة العالمية. على مسارات التجارة العالمية موقع مصر موقع بالنسبة للتجارة مهم، موقع شرق بورسعيد موقع شديد الأهمية بالنسبة لمنطقة قناة السويس. الخريطة دي
بتوري انه بالنسبه لاوروبا منطقه جنوب المتوسط منطقه مهمه علشان الدول الاوروبيه تقدر انها تخفض تكلفتها الصناعيه نتيجه انها حصل عليها منافسه شديده من جنوب شرق اسيا، وفي المقابل المصنعين في جنوب شرق اسيا مهتمين انهم يقدروا يدخلوا الاسواق بتاعه اتفاقيات التجاره مع مصر في اوروبا في الكوميسا وفي المستقبل في الميركسور. فالمنطقه مهمه بالنسبه للمصنعين في كلتا المنطقتين علشان يقدروا انهم يزودوا منافستهم او قدرتهم التنافسيه وقدرتهم على انهم يدخلوا اسواق اضافيه. كما شهدت جلسة الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنتدى شباب العالم توقيع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة اتفاقية مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش لمشروع تطوير وتنمية شركة بورسعيد الوطنية للصلب. هذا وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين أحمد أبو هشيمة في لقاء خاص مع أونلايف إلى أن مصنع العين السخنة المقرر افتتاحه في شهر ديسمبر المقبل سيقوم بإنتاج 830 ألف طن من الحديد ليصل إجمالي إنتاج المجموعة إلى 2.3 مليون طن. ده مصنع العين السخنة اللي يقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو مصنع الاخير في المجموعه وهيبتدي التشغيل اللي هو تقريبا خلص. احنا بنشتغل دلوقتي حاجه اسمها تشغيل على البارد، هنبتدي الانتاج الفعلي في شهر 12. فاحنا كنا بنوقع ارض للتوسعات للمصنع نفسه، مشروع هينتج 830 الف طن، ده الثاني على مستوى العالم والاول كان في بني سويف. انا قلت كمان ان ده التكنولوجي دي اول مره تستخدم في العالم، وهو مزار لشركات اوروبيه وامريكيه كتيره جدا جت زارتنا في بني سويف، واكيد هيجوا يزورونا في العين السخنه لان هو توأم لمصنع بني سويف. كده هيبقى اجمالي طاقه المجموعه 2.3 مليون طن. ممكن ما نقفش على كده طبقا لاحتياجات السوق وحجم النمو اللي احنا متوقعينه في مصر في الفتره القادمه. هذا ولفت أبو هشيمة إلى أن مجموعة حديد المصريين تهتم بالمشاركة المجتمعية من خلال الاهتمام بالقرى الأكثر فقرا وبالشباب المخترعين والمبتكرين، وأشار إلى أن المجموعة تهدف إلى صناعة تكنولوجيا وعدم الاكتفاء باستيرادها من الخارج. بنهتم جدا بالمسؤولية الاجتماعية، بنهتم جدا بتنمية القرى الأحسن احتياجا، بنهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، بنهتم بالمخترعين والمبتكرين، عندنا نظم تدريب على اعلى مستوى، بنحاول ان احنا نعمل شركه على الطراز العالمي، بنكون نقدر ننافس بيها منافسه حقيقيه. وكل اللي انا بتمناه ان انا مهما وصلت لمرحله عاليه من التكنولوجي، انا نفسي اصنع تكنولوجي، نفسي اصنع مكنه، وده اللي احنا بنحاول نعلمه لمهندسينا وعمالنا، ان احنا يبقى عندنا النو هاو، معرفه، وحق المعرفه ده حاجه لا تقدر بمال. فاحنا ماشيين في المرحله دي ان شاء الله، وقريب جدا يبقى هنقدر نوصل للمستوى اللي انا بتمناه، ان احنا يبقى عندنا مش بس ان احنا نعرف نجيب احسن نستورد احسن تكنولوجي ونشغلها، لا احنا ممكن نصنعها كمان. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قال إن فكرة منتدى شباب العالم متميزة وهي تجربة جديدة، وأضاف إسماعيل أن المنتدى سيعقد بشكل سنوي. فكرة جيدة جدا، الفكرة كلها هي في التواصل وتبادل الأفكار والأراء، وأن يكون هناك الرأي والرأي الآخر وقبول الرأي الآخر. أعتقد الفكرة متميزة، وأعتقد أن احنا يعني دي تجربة ممكن نقول انها تجربة جديدة بتقوم بها مصر. النهاردة بتتطور هذه التجربة لتكون منتدى لشباب العالم وتبادل الافكار وقبول الرأي والرأي الاخر، وان يكون هناك حوار في كل المجالات دون ان يكون هناك حدود لهذا الحوار، حوار في الثقافة، حوار في الدين، حوار في المناطق المشتعلة في العالم وكيف يمكن معالجة هذا. ان شاء الله هيكون في هذا المنتدى، هيكون متكرر، هيكون بشكل سنوي، وانا اعتقد انه دي فكرة جيدة جدا، لانه اللي انا شفته النهاردة وتبادل الاراء والثقافات ووجهات النظر في موضوعات تخص العالم كله وتخص الشباب كان أكثر من ممتاز، وبالتالي هي فرصة. وجديد الأخبار على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، شكرا لكم.